تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني دروني لا صديقون أرفي ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديقون أرفي ودروني أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور الفجر انت بعدك ما تريد تقول الحقيقه يا عيسى؟ ما عندي شيء اخبيه عنك يا محمد. وموضوع ال 200 الف اللي طالبك فيهم احمد ما جاوبني عليهم. هذا الموضوع يخص اخوك احمد، هو صاحب السؤال وعنده الجواب. انا اشك انك انت السبب في بيع بيت احمد. انت ليش تريد توصل بالضبط؟ الحاله اللي فيها احمد ما بس بسبب فقدان زينب، لا اكيد في اشياء ثانيه ومن ضمنها بيته اللي انباع. وما بس بيته يا محمد، حتى لما طالبنا بحقنا من الميراث أحمد واجد تغير وجهه وما حد يعرف ليش. وهذا إيش معنى يا حنان؟ وأنا لو كنت أعرف معناه ما كنت سألتك يا محمد، بس الظاهر عيسى يعرف كل شيء لأنه الوحيد اللي حاصر أملاك أبونا الله يرحمه. ممكن تجاوبني على السؤال الثاني ولا بعد ما عندك إجابة؟ أنت الظاهر ما عندك سالفة. أقول لك شيء؟ روح نام، روح، تصبح على خير. نبيلة مصرة أن ترفع قضية على زوجها. طيب وأنا إيش يخصني؟ شوف يا عيسى، إذا بس اكتشفت أنه لك علاقة بالموضوع تأكد أني ما راح أرحمك وراح أرفع عليك قضية. ترفع قضية على نسيبك يا محمد؟ ما بس أنت، حتى على أحمد أرفع قضية لو تلاعب في حقوقنا.
أحمد، ما عندي استعداد أسمع أي موضوع الحين إلا هذا الموضوع. لازم تسمعني. طلقني. الحياة صارت صعبة بيننا بسبب الشرخ الكبير اللي تسببت فيه، وما صرت أشوفك بصورة الإنسان المخلص. للأسف أنت الحين في نظري. نبيل، كل شيء ممكن يتصلح. ممكن يتصلح سطحيا، بس واقعيا ما راح يتصلح أبدا. وأنا الأشياء السطحية ما تهمني، وإذا بتقول غير عن هذا الكلام بقول لك إنك طول هذه السنوات ما فهمتني أبدا. بصراحة الوضع ما ينسكت عنه، إحنا لازم نهديهم. لا يا منيرة، خليهم يحلوا مشاكلهم لوحدهم. نبيلة، أعطيني فرصة، فرصة واحدة بس. فرصتك إنك ترجع زينب وبس، أما أنا طلقني. أنا رحت أطالب بحقي من الميراث. أنت ما محتاجة لميراث أبوش طالما زوجك عيسى. بس أنا وعدتك، وعدتك أني أتحمل تكاليف العملية، ومن وين أجيب فلوس لو ما طالبت بحقي من الميراث؟ قلت لك ما محتاجين شيء من حد، وبعد اليوم ما في عملية جديدة. أنا خلاص ما أريد أطفال. بس أنا أريد، أنا أريد أطفال. ولا سمعت أخوي محمد يتكلم بأن نبيلة طالب الطلاق من أحمد وصارت مضمونة، يعني أكيد راح تتزوجها وتجيب لك أطفال بدون عملية، وأنا راح أجيب لك أطفال بالعملية، صح؟ روح روح خلاص، أنا ما أريدك ما أريدك. أرجوك نبيلة، إحنا تعبانين، خلينا نتكلم بهدوء شوية. اطمن، أنا ما أريد منك أي شيء ثاني. نبيلة أنا. أنت إيش؟ أنت إيش؟ ها؟ أنت إيش؟ أنت إيش؟ أنت إيش؟ كفاية كفاية كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله.
أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لازم أحصل على الأوراق يا خالي، لازم. وبعدين أشوف لي حل في الورطة اللي ما عملت لها حساب أبدا. أما موضوع الميراث هذا فما لازم ينفتح مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Thank you.
معقول لو زينب قطعت كل هذه المسافة وفي هذا المكان؟ نبيلة مثلش تشك في هذا الشيء. بصراحة محمد نبيلة عندها حق في شكها. يعني تعتقدي انه زينب ما موجودة في الوادي؟ محمد شوف المكان وبتعرف. لو طلع كلامي الصحيح يعني راح تكون هناك كارثة يا منيرة. بس انا بعدني على حسب ظني واعتقادي انه زينب موجودة في الوادي. خلينا نروح نواصل بحث. يلا. يا عادل ايش فيه؟ ايش مستوي؟ عيسى كسر الدهقان وكب ماي الورد وحيط ضارب مع زاهر. عيسى؟ ايه you
خلاص يا ابوي خلاص، راح شق عمرك راح. قول راح عمر عيسى راح. لا يا عمي لا تاخذ حقك بيدك، احسن تاخذه بالقانون. انا بروح ابلغ الشرطه. شاهدين يا جماعة، شاهدين على فعلة عيسى، بتشدون معي في المركز. رقيب سالم نعم سيدي، حاول تشوف مين في الجهة. حصن 17، حصن 17 من حصن 20. كريم حصن 17 جاي درسل. حصلنا دمية في كهف، اعتقد انها الطفلة المفقودة. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح أهم. تكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح أهم. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، دروني لا صديقون أرفي. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديقون أرفي، ودروني لا صديقون أرفي. يا براتنا يا روح العطر، يسأل من أكون، أصرخ من اللي أنا بليل الجنون، أنا بليل الجنون. يا براتنا يا روح العطر، ردي يا زينب لنا نور الفجر.
لنا نور الفجر لنا نور.